والقاضي يا فاطمة
الحليب والأضالع تنهشم حتى لو ما يعترف الخفايا تنكشف لو شاهد سمع وبصر هذا الأمر ما ينكتم. جاني وسط المحكمة والقاضية فاطمة أيدان بيهجم عليك والأضالع تنهشم حتى لو ما يعترف الخفايا تنكشف لو شاهد سمع وبصر هذا الأمر ما ينكتم. قامت الحجة عليك والنبي رواه والصفاطم بضع من حين وقرر وأذاه. قامت الحجة عليه والنبي رواه والصفاطم بضع من حين وقرر وأذاه. عاند هالوصية وما بغى رضاها واللي عاند هالوصية وما بغى رضاها يدخل الجهنم يدخل الجهنم. والنبي رواه والصفاطم بضع منه وقرر وأذاه واللي عاند هالوصية وما بغى رضاها يدخل الجهنم يدخل الجهنم. من بعد فقد وأسى فاجعة أليمة تنعقد يوم الحشر محكمة عظيمة جاني فيها اللي حجر حاكم بالعدل والنبي خصيم كل عدو جاء يكشف أسرار أيدي والأرجل شهد بالعدوف لسانه والجمادة تملك أسوار الله ينطقها وتبين قصة الخيار الله ينطقها وتبين قصة الخيار. جالي وسط المحكمة والقاضية فاطمة أيداني بيهجم عليك والأضالع تنهشم حتى لو ما يعترف الخفايا تنكشف لو شاهد سمع وبصر
حتى لو ما يعترف الخفايا تنكشف لو شاهد سمع وبصر هذا الامر ما ينكشف قامت الحب جعله والنبي روى والصفاطين بضع مهيل وقرر وأدى قامت الحجة على النبي والصفاطين بضع مهيل وقرر وأدى واللي على
محكمك رب السماء تحكمي بعدك كل جمادينا الطقا سقطهم حسين من وقاع رومي شدتي العذبة حلوعة الأدير قالتي الزهرة شافت بعد رزي من أذى العصر شمعانة سقط ام حسين منها وقاع رويا يا زهراء محكمة رب السماء تحكمي بعدال كل جمادينا طقا شهود الألم يروي باشتعالا هذا باب أم الحسن درة الرسالة جاني شفت من إجابة الزهرة في سترها خلف لاتت واتجهت إليها بالنظر بيني وبين الجدار بقوة عصارة ما رحمها وضلوا في الظاهرة تسارة شدتي العربة حلوة الأبي قالتي الزارة شافت بعد رزيل من أذى العصرة شمعانة الزكية سقطها ام حسين منها وقاع رضيا كل شي لها يشهد والحقد تأكل كل شي لها يشهد والحقد يأكد ظالم البتولة اشعد رامي محمد إذا تحجي لازم تروي أكسى مشهد لقمة البتولة فاطمة والحق تأكد ظالمي البتولة
اشعد رامين محمد اذا تحجي لازم تروي اكثر اشهد لطمة البتولة فاطمة على الخد يروي مسمى قسوة المصيبة آية بعد النوم وضائي